في ظل ظروف الأزمة وزارة التربية عادت النظر في أولوياتها. كان لابد من أن يكون هناك طبعا فرص تعليم بديل، خاصة وأن لدينا عدد من الأطفال الذين خرجوا من المناطق الساخنة، هناك أيضا أطفال آخرين انقطعوا لمدة عام أو أكثر يعني عن العملية التربوية. سوريا يعني وفق دستورها وتوجه الحكومة بألا يحرم أي طفل سوري من عامه الدراسي، يعني هذه نقطة. نقطة أخرى، لابد من إعادة النظر ليس فقط في المناهج، إعادة النظر في طرائق التدريس، يعني خاصة في ظل هذه الظروف. أهمية هذه الدورة، الدورة تتحدث عن دور التعلم والنشط في حياة المتعلمين، وهي الدورة صقلت معلوماتنا ومعارفنا بخبرات جديدة، وذلك عن طريق تطوير أساليب أداء المعلم لتمكن المتعلم من تحسين أدائه، وذلك عن طريق استخدام عدة استراتيجيات من ضمنها استراتيجية لعب الأدوار، التعامل التعاوني. كانت دورة كتير فعالة، صقلت معلوماتنا وكتير من الخبرات. تمنى دورات كتير مثلها. هذه الدورات لها أهمية رائدة في مجال التربية والتعليم، وخاصة موضوع الدورة وهو التعلم النشيط لرفع سوية المعلمين لإبداع واتباع طرق تربوية جديدة تواكب العصر ومتطلبات الحياة الراهنة. نحن كنا مطبقين بشكل تقريبا كبير تعلم النشيط بمدارسنا، بس هلأ أخذنا خبرات جديدة، معارف جديدة، طرق صقل جديدة لمعارفنا ولخبراتنا لحتى نحاول نطبقها بصفنا ويكون تعليمنا بشكل فعال أكثر. دورة كتير كانت كويسة وكتير مفيدة لكل المعلمين. نتمنى كل المعلمين يخوضوا الدورة، لأنه هي علمتنا أنه نعلم الطلاب طريقة اللعب، طريقة الأدوار، طريقة التعلم النشط. تعلم المعلمين يغيروا طريقتهم التقليدية المعترف عليها أن المعلم هو يكون مسير لعملية التعليم، صار لازم نشارك التلاميذ بهالعملية.